انطلاق بقصر الخامس عشر من يناير أعمال الجمعية العمومية العادية السادسة الاتحاد الوطني لرجال الأعمال وتجار الحركة الوطنية للإنقاذ بحضور سيد الأولى للبلاد هند ديبي إتنو رئيس الشرف لمنظمة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ. انطلاق فعاليات الاجتماع العادي لجنة الدفاع والأمن لأعضاء دول المجموعة الساحلية الخمسة. ترأس الانطلاق رئيس لجنة الدفاع والأمن لدى دول المجموعة. والعاصمة باريس ومشاركة الوفد التشادي رفيع المستوى برئاسة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزالي أصيل في أعمال الدورة التاسعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. يسعدني أن أصطحبكم في عرض النشرة الرئيسية لهذا المساء من الفضائية التشادية. انطلقت صباح اليوم بقصر الخامس عشر من يناير أعمال الجمعية العمومية العادية السادسة للاتحاد الوطني لرجال الأعمال وتجار الحركة الوطنية للإنقاذ بحضور السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو رئيس الشرف لمنظمة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ وعدد من الوفود التي قدمت خصيصا من بعض الدول الصديقة للمشاركة إلى جانب مشاركة مجلس الأحزاب السياسية الأفريقية. هارون أبا أدا. تحت شعار مساهمة الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ من أجل تحقيق الخطط الوطنية للتنمية، انطلقت أعمال الجمعية العمومية العادية السادسة للاتحاد وسط حضور جماهير من المناضلين والمناضلات لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ إلى جانب الوفود القادمة من داخل وخارج البلاد. وأن المناسبة جرت تحت الرعاية السامية للرئيس المؤسس للMPS رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو، وقد شرفت الحفل السيدة الأولى والرئيسة الفخرية لمنظمة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ هند ديبي إتنو. تخللت المناسبة عدة فقرات بدءا بتقديم الكلمات والتي استهلت بكلمة رئيس اللجنة المنظمة أحمد مبودو محمد، والذي رحم بالحضور وأشاد بمشاركة وفد مجلس الأحزاب السياسية الإفريقية والشخصيات المرجعية التي شاركت في هذا الحدث. وعقبه في الحديث رئيس الاتحاد الوطني للتجار الMPS أبكر طاهر موسى، الذي أكد أن هذه الجمعية العمومية هي سانحة لعرض كافة المعوقات التي تقف أمام حركة الاقتصاد الوطني واقتراح مخرجات عملية وقابلة للتنفيذ للحد من الانكماش الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد من بين دول العالم إزاء الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، ونوه إلى ضرورة دعم الحكومة ومساندتها من أجل تنفيذ تطلعات الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو الهادفة إلى ازدهار تشاد والارتقاء بحياة المواطنين. إنني أنتهز هذه الفرصة لأعبر لكم عن خالص شكري وتقديري لفخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ حامي وراعي الحركة، الذي شرفني وشرف كل أبناء هذا البلد بالأمن والاستقرار وقيادة هذا الحزب العريق إلى هذا الأمد. كما أعبر عن امتناني وشكري لسيدة البلاد الأولى الذي قامت وحضرت رغم انشغالاتها بأن ترأس وتشرفنا في هذه الحركة في مناسبة انعقاد جمعيتنا السادسة، ونقول لها شكراً ألف شكراً. إن المهام الأساسية للاتحاد الوطني للتجار الحركة الوطنية للإنقاذ هي الدفاع عن مصالح الحركة الوطنية للإنقاذ في كل مكان وفي كل ظرف، توطيد مكتسبات الحركة الوطنية للإنقاذ والديمقراطية، حماية وتطوير المصالح المهنية والاجتماعية والاقتصادية والمعنوية لأعضاء الاتحاد الوطني للتجار الحركة الوطنية للإنقاذ فردياً أو جماعياً، التلاؤم مع الخطة الوطنية للتنمية وهو المعروف ببيندي من أجل تشاد مزدهرة ونامية.
أما الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدأ فقد ثمن على الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية رأس الدولة لتطوير البلاد رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ومحدودية الإمكانات، وأشاد بدور الاتحاد الوطني للتجار MPS الذي سيساهم بلا شك في دعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية. وبعد الحفل الخطابي فقد تم تكريم كل من دكتور نافع علي نافع الأمين العام لمجلس الأحزاب السياسية الأفريقية ومحمد زين بدأ الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ، كما قدم اتحاد التجار هدية قيمة للرئيس المؤسس وهي عبارة عن درع، وهدية أخرى للرئيسة الفخرية لنساء الحركة الوطنية للإنقاذ السيدة الأولى هند ديبي إتنو. وفي ذات الإطار قدم الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بادة قدم خطابا أشار فيه إلى الدور الفاعل الذي لعبه رجال الأعمال والتجار التشاديين في تحقيق أهداف وبرامج الحزب والمشاركة الفاعلة لهم. جزء من خطاب الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ. إذا نظرت بهذه القاعة من جهة إلى أخرى ألاحظ بأن بكل فخر وسرور حقيقي قوة الحضور هذه التي سرها موجود عند الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ طيلة فترة ربع قرن. من خلال جميع المراحل المؤثرة ساهم الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ في تقدم مسيرة الحركة الوطنية للإنقاذ والديمقراطية في الساحة الوطنية. لذلك أعيدكم فيما يخص عبارتكم التي تشير بأن رجال الأعمال والتجار لا يجب أن يكونوا واقفين ويعتقدون بأن الأزمة المالية هي شأن الحكومة وحدها، لا. أيضا أتفق معكم سيادة الرفيق الرئيس الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ لأؤكد بأن التجار ورجال الأعمال هم الأكثر تضرراً بسبب الأزمة المالية. في نفس الإطار أريد أن أشير بأن رجال الأعمال التشاديين لم يقفوا على هامش الجهود المبذولة من قبل الحكومة من أجل تضييق الخناق التي تعاني منه البلاد. إذن أؤكد بخصوص مشاركتكم الفعالة والإبداعية في الطاولة المستديرة بباريس ودبي حول البرنامج الوطني للتنمية الذي يشكل الموضوع الأساسي لأعمالكم. النجاح الذي تحقق تجاوز بكثير توقعاتنا وهو نتيجة مشاركة ممثلي اتحادكم. هذا النجاح هو خاصة فخر استراتيجي للرفيق الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ. أيضاً مطلوب من منظمتكم الاستفادة من الاتفاقيات التي تم توقيعها حديثاً مع إخواننا السودانيين لتسهيل الاستفادة من بورت سودان من أجل تنويع أسواقنا.